بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم 19 مارس ذكرى الرسل، أو الرسل الذي كان متجه نحو مدينة بنغازي في 19 مارس 2011. عندي نقطتين بسيطات. طبعا حرمت مدينة بنغازي من الرسل اللي كان بيوزع الألعاب والحلوى والحلويات ويحتفل مع أهالي مدينة بنغازي. النقطة التي أريد أن أذكرها دائما التركيز على تدخل الناتو في تلك اللحظة، تدخل الناتو، ثورة الناتو، شباب الناتو. كررنا هذا أكثر من مرة ونذكر به بمناسبة ذكرى هذا اليوم، اليوم المشؤوم بصراحة، يعني أن تتجه قوات ليبية دمار مدينة ليبية أخرى. الكثير يقول لا والله الرسل ما كانش ناوي يعني يدمر أو يقتل أو يذبح. هو ساعة ونص تقريبا ماتوا 90 إنسان في خلال ساعة، وصلوا على حواشي أو ضواحي مدينة بنغازي. ثم أن هذا أمر هجوم رسل على مدينة، هجوم قوات ليبية على مدينة ليبية وتدميرها، تكررت أكثر من مرة قبل الرسل وبعد الرسل، الزاوية وزواره ومصراته، يعني نوايا الشر هنا. لكن النقطة التي أريد أن أذكرها، دائما يقول مثلا ثوار الناتو يعني 19 مارس الثورة في بدأت في 17 فبراير، وبعدها من 17 فبراير إلى 19 مارس كان القتال بين الشباب الذين سئموا من النظام والقمع والاستبداد. والثورات لها أسباب، الثورات لها أسباب، ومن أراد أن يوقف الثورات فليوقف أسبابها. يعني دائما الحديث ما بعد الثورة، ما بعد الثورة. أغلب حتى اللي معنا، حتى الوسائل الإعلامية اللي حدثوا عن نتائج الثورات، الثورات لا يهمها النتائج، الثورات يهمها الأسباب تقوم، لأن هناك سبب لقيامها. ما كناش عايشين في جنة ورغد وما شاء الله علينا كل شيء تمام، وبعدين جو يندروا ثورة وخلاص. هذا رقم واحد. أن الثورة لها أسباب لا علاقة لها بالنيتو. النيتو استغل الفرصة، استغل الفوضى، روسيا استغلت الفوضى وخشت. هذا أمر ما دخلش بالثورات عليه، تمام. أيضا نقطة أخرى مفصلية في هذا الموضوع، أن مش عارف هناك من حرم ثورة 17 فبراير مؤامرة، ما نيش عارف كيف وصلت المؤامرة لمئات الألاف من الليبيين اللي طلعوا في جميع المدن وفي الصحاري وفي القرى وفي الأرياف وحملوا السلاح وقاوموا النظام. كيف ما نعرفش، تليفونات بالواحد سرية بالسحر، يعني هذا في غباء جدا. حتى مجرد هذه اللفظة أن الثورات مؤامرات من الخارج، هذه اللفظة غبية جدا. يعني لو قاموا بها 10-15، لو كان انقلاب عسكري مثلا نقولوا مؤامرة وراها استخبارات وما إليه، لكن أن يخرج الشعب بهذا الكم الهائل يعني وتقول لي مؤامرة، وبين الثورة الفرنسية مؤامرة، الثورة الإيرانية مؤامرة، الثورات اللي صارت في العالم مؤامرة من الخارج، ليست مؤامرة. كان هناك أسباب قامت ثورة، والآن الحمد لله إن ما وصلش الرتل لتلك المدينة، وصلها رتل الأخ خليفة ونفذ ما كان الرتل يريد أن ينفذه، منفذ في بنغازي وفي درنة، وهو يدرك ذلك جيدا، وأن هذا مخطط معروف كيف تقضي على الثورات. أقضي على الثوار بأي شكل، بدمار المدن، بالقتل، بكل ما حدث. هذه تعريجة على ذكرى 19 مارس اليوم في هذا المساء. نبدأ بمقال نشرات المانيتر يقول رشاس فاغنر activities expanding in Libya despite growing Western security. Despite Western security. شو بالله الآن خطر لي هذا الخاطر، ما كانش في ذهني هذه اللقطة. يعني تتحدث عن نتائج ما بعد الثورات، الأسعار والفوضى والغاز ومش ما يحكولكش على ثورة 17 فبراير. خلت واحد مثلا الاستخبارات الروسية تتدخل، جابت لنا الفاغنر وجابوا لنا الروس وجابوا لنا، ما تسمعهاش الكلام هذا. تسمع نتائج يعني سطحية، وحتى لو كانت مهمة، لكن لا علاقة لها بالفاغنر. ما يقولكش أعوذ بالله لما صار الثورة 17 فبراير خشوا الفاغنر مثلا، تسمعهم يقولك الأسعار غالية، الخبز بثلاثة جنيه ولا شو اسمها ثلاث فردات بجنيه، وأشياء دون المساس بدكتاتور جديد يزوقوا فيه.
حتى يومنا هذا، ولن ينجح بإذن الله علشان الأرامل واليتامى والله سبحانه وتعالى. المانيتر عودة للمقال يقول رشس Wagner activities expanding in Libya despite growing Western security. نشطاء فاغنر الروسية تتوسع في ليبيا بالرغم من التدقيق والمتابعة الأمنية من القوى الغربية. حرب في أوكرانيا عام الثاني، يقول المقال ركزت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اهتمامها على مجموعة فاغنر وأنشطتها في ليبيا وأجزاء أخرى من أفريقيا. الولايات المتحدة صنفت فاغنر كمنظمة إجرامية مش إرهابية، باهي، كمنظمة إجرامية دولية، وذلك في شهر يناير. تسعى الولايات المتحدة لعزل المجموعة ماليا ومن المرجح أن تحذو أوروبا نفس حذو الولايات المتحدة في أنها تعتبرها وتصنفها منظمة إجرامية أو تحاربها ماليا وسياسيا. نحن ننتظر من الولايات الأمريكية ومن أوروبا أن 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 يصنفوا عدوهم اللدود الفاغنر والقوات الروسية بالمنظمة الإرهابية. فاغنر منظمة إرهابية من الطراز الأول، ومع ذلك فإن إلقاء نظرة فاحصة بالرغم من كل هذا الضغط الأوروبي والأمريكي، بالرغم من ذلك أن الفاغنر ما زالت تطور تكتيكات للتكيف مع المتابعة الغربية، ما زالت متثبتة وما زالت موجودة. بدأت عمليات فاغنر في ليبيا في صيف 2019 لدعم خليفة، دخلت في 2019 لدعم خليفة مش قتاليا، ليس قتاليا يفترض في الخطوات الأولى. بدأت العمليات القتالية بعد بضع سنوات من دخولهم الأول. جاء الوجود الروسي أصلا، مش 2019، الوجود الروسي من 2014. اعتبرت روسيا فترة الاضطرابات فرصة للتدخل على غرار تدخلها في سوريا. من 2015 إلى 2019 كانت مهام الفاغنر يفترض التدريب، استخدام أنظمة الأسلحة الروسية وصيانتها بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن خدمات إزالة الألغام. دخلت يفترض أنها لتزيل الألغام اللي زرعها من ما نعرفش غير مذكور في 2014 منظر على الألغام لا أدري، لكن يفترض أن فاغنر جاءت لإزالة الألغام وأنتهت بأنها تزرع الألغام في غرب ليبيا. سعت فاغنر إلى تطوير العلاقات التجارية والثقافية في الفترة هذه ما فيش قتال. فاغنر بدأ المجتمع وتتعرف وتربط في علاقات ثقافية واقتصادية مع الناس المؤثرة في المجتمع. روسيا تريد أن تدرس، شوفوا فيه لقطة هنا وكأنها تبرر في شوغان ولا اسمها ظاهر اللي جابتها الجزيرة، وجبناها زمان احنا قبل الجزيرة بسنين على هذا البرنامج وبرامج أخرى في التناصح، نقلت قضية الاثنين الجواسيس الروس اللي شدوهم وحطوهم في الردع. لا أدري توقيت إظهار قصة شوغالي مرة ثانية، لا أدري ليش التوقيت بتاعها، لكنها غطيناها بالتفصيل من الألف إلى الياء وتابعناها، ولا والله بكل تواضع ليس هني أفضل مما غطت الجزيرة يعني، والحمد لله. ليس لأننا نحن أفضل من المهنيين الجزيرة، لكن ربما نحن بذلنا وقت أكبر في هذا الموضوع وتتبع أكثر. ربما هم لهم آليات معينة، لهم حدود معينة، لهم معايير معينة، لكن ما شاهدته حول شوغان في الجزيرة لا يرقى إلى مستوى الحدث، وغطيناها احنا في التناصح بعمق أكبر وموجودات الحلقات يعني. أنا لا أقول أن أنا أقارن، أنا أقول أن هذه المواضيع الحساسة تغطى بثقل وبعمق أكبر. في هنا لقطة ذكرها قبل أن تبدأ الفاغنر في القتال، يقول من خلال إيفاد علماء الاجتماع والخبراء إلى ليبيا، إحدى النشاطات حولوا الألغام، صينوا شو اسمه هذا الأسلحة، دربوا، وأيضا أبعثوا في اجتماع. شوغان هذا قال أنا خبير اجتماعي، أنا هذا كذاب طبعا ولا لا، جاسوس من الدرجة الأولى أخرى، تمام. غريبة أن يأتي المقال بكل هذه السهولة ويقول أن روسيا تبع خبراء أجانب، وكأنها تبرئة لشوغان أو تثبيت لما تذكر فيه موسكو حول الجواسيس اللي بعتتهم. ما هو الدليل على الكلام الأخ فتحي؟ بسيط جدا، ليبيا ما كانتش معزولة والله في عطارد قبل الثورة،
كانت شبه حليفة لروسيا، والعلاقات والروس كيف تدود في ليبيا في كل مكان، في المعسكرات، في الشارع، في المجتمع، في المؤسسات يشتغلوا. قضية دراسة المجتمع الليبي، تبعت خبراء اجتماعيين بيدرسوا المجتمع الليبي بعد 2011. شنو وين كنت انت؟ ما كنت موجود وعارف. معقولة دولة كيف أمريكا والاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الروسية ما عندهاش يعني دراسة عن المجتمع الليبي وتطوراته، مؤثراته، نقاط ضعفه، نقاط قوته، اتجاهاته، تغييراته؟ فهذا الشيء أستغرب، وكأنه جاء يدعم مرة ثانية لإجراء البحوث الميدانية والمقابلات والعمل مع مجموعة التركيز والمجتمعات وما إليه. سأقول كلمة، أختم هذا المقال بكلمة ساذج ساذج ساذج. دول ولا أفراد ولا مجمعات، من يعتقد أن الفاغنر شركة عسكرية خاصة اللي هي BMC Private Military Company، هذا الشيء حتى الأطفال خلاص ما عادش يصدقوه. أمس أو لمس نسمع في خبر في إحدى الفضائيات العالمية يقول أن الفاغنر تريد أن تجند 30,000 في أوكرانيا قاتل، ويحصروا في مدن باخموت، يحصروا فيها، قاعدين في ليبيا، قاعدين في الشرق الأوسط. تأي شركة ذي ولد عمي؟ ثم كان يدولها كيف يعني؟ طائرات على قواعد، على خنادق 70 كيلو، الجفرة، قاعدة في شنو؟ شركة الهبال هذا؟ هذا روسيا قضيها وقضيها، وليس فاغنر. ربما هذا واجهه والمواطن يعني في تويتر يؤكد أو يحقق ما نريد بالنسبة لهذه القوة. يقول صنفت مجموعة فاغنر الروسية كمنظمة إرهابية من قبل المشرعين، منهم الليتوانيين، ليتوانيا، وشرع ليتوانيا الكونغرس الليتواني، البرلمان الليتواني شرع الفاغنر أنها منظمة إرهابية. وهذا ما نتمناه أن يدير الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لما تصنف كقاعة إرهابية في خطوات عملية تتخذ ضد هؤلاء الناس. يعني أنا حقيقة أحقد عليهم، معلش سمحني. تحط لي في دمية متاع أطفال فخ وقنبلة، يموت أطفال ليبيين، وموت حتى مش ليبيين، هي جريمة، هذه جريمة ضد الإنسانية، جريمة حرب، هذه مفروض تقعد على قائمة الإرهاب. وما فعلوه أكثر. أين يتواجد الفاغنر؟ يقول المقال حاليا يتواجد فاغنر في شرق ليبيا، تحديدا في قاعدة الخادم الجوية قرب مدينة المرج، وكذلك في مدينة سرت والجفرة في المنطقة الوسطى. هذه هي المناطق اللي فيها غالبية مقاتلات ومقاتل الفاغنر والأصول الأكثر قيمة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة. الفاغنر عظم بغصاص، أو روسيا عظم بغصاص بالنسبة لليبيا وقضية ليبيا. The Libya Observer نشرت مقال يقول Libyan oil minister responds to Tunisian president's remarks about Bouri oil field. وزير النفط الليبي يرد على تصريحات الرئيس التونسي بشأن حقل البوري، قال لنا ومش عارف ايش ومفروض نستفيدوا منه وحيحل لنا مشاكلنا. مصر من على اليمين وتونس من على الشمال، وكل واحد بيمص سلسبيله عروقنا ولا لا؟ وكلهم لما تقرأ في الفضائيات وفي المجلات وفي التاريخ وفي التراث، الأخوة والعروبة والجيرة والعمق الاستراتيجي، وكلهم سرقين. حكومات تتحدث الشعوب، قيس يعاني من مشاكل لا أول لها ولا آخر، ودكتاتور لما أحد المقالات ممكن أرجع عليه الليلة إن شاء الله، وإنسان يعني كل تضحيات شعبه وتونس، تونس اللي علمت الثورات وبدأت الثورات وتحرك من علي ومن كذا، جاء هذا الرجل لأسباب نعرفها طبعا، وراه دول وراه كذا، يعود إلى عهد الدكتاتورية. وهذا مثل للليبيين، دكتاتور في بدلة وقرواطة، ما عمكم شفتوه لابس عسكري والله يقاتل والله يضرب التحية؟ أهو لأن العقلية الدكتاتورية والطغاة عقلية وليست مظهر أو مهنة. المقال الليبي يقول وزير النفط الليبي في أول رد رسمي، هذا بالإضافة أن ليبيا معاملة تونس كويسة، أعطتها قرض ومش عارف إيش، والتبادل الليبيين مع بعضنا والتوانسة التجارة، فبالتالي بحل مشاكله وبيلفت النظر للخارج، لكنها لعبة فاشلة قديمة ديسكا ما تنجحش. في أول رد رسمي ليبيا على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن استحقاق بلاده كحقل البوري النفط، أوضح وزير النفط محمد عون وزير النفط الليبي أن قضية حقل البوري النفط حسمت وهي محسومة على فكرة من محكمة العدل الدولية. وأشار عون، ربما قيس يشير حسب المقال إلى جرف القاري اللي اتفقت ليبيا وتونس أن يدينوا الشركة يستفيدوا منها البلدين في الجرف القاري، قضية الجرف مش قضية البوري، لم تنشأ الشركة لسبب أو أسباب أو ما إليه. لكن إذا كان قيس
سعيد مخلط بين الجرف القاري والبوري، فعلت الأخوة التوانسة والله ربنا يحفظكم. من مما صرح بي أنا لا خطرت علي قادة العالم والملهمين في العالم، يقول أنا أطرح تصور للإنسانية كلها. هاي الساتر والله ارتعش لما سمعت تصريح هذا من قيس، يطرح في تصور للإنسانية. كل واحد يبدأ من جديد، الرسل والأنبياء والقرآن والكتب المقدسة والمفكرين والفلاسفة والعلماء، كل واحد بيجي يبدأ من جديد، بيجيب فكر عالمي بيقود العالم إليه. مرض نرجسية وأيضا الكرسي والكذب. Ireland's sailing boating, A float نشرت مقال يقول Ireland's sailing boating of man magazine جدا هذا اسم المجلة. عنوان المقال في هذه المجلة Naval Surface Vessel Sit for North Africa to police or to guard Libyan arms embargo. يعني إيرلندا والإسماع عطت سفينة لإيريني ولا لصوفيا، الدسكة القديمة بتاع بيحاصروا ويحققوا ويحموا حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا في البحر. يعني الشيء قديم جدا أولا. هذا على فكرة في 18 مارس أمس المقال هذا، مش عارف قلت بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع هذا قديم، والأسلحة تخش وتطلع أول أمس شدينا 12 ألف مسدس في مصرات. 12 ألف مسدس صاحبهن مش ناوي الخير، يعني ما أعتقدش ببيحن ولا بيجارة مهربن في طناجر ولا مش عارف انظر شنو. رقم واحد. رقم اثنين موضوع إيريني هذا تختار ما اللي تمنع. رقم ثلاثة ليبيا مكدسة سلاح، تشدوا الفاغنر هاي طلعوها بطياراتها بأنظمة جوية بالدفاعية، مصر تخشش نرمانيا، ما اللي ما خشش فيها. فهذا غير شرى وظائف ولا هنا تاريخيا اشتركنا وما إلي. فايس نشرت سي ان ان على فكرة قضية اليورانيوم قضية مهمة جدا 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 جدا، أهميتها تأتي بالآتي. هي المفروض قضيت الأسبوع الماضي قدر الله ما شاء فعل، من الذي نشر أو بث أو تحدث عن اختفاء العشر مراميل اليورانيوم في ليبيا؟ بي بي سي، الار اف اي، اي بي سي اونلاين، ان بي سي نيوز، مترو دوت سي او دوت يو كي، سكاي نيوز، انجينيرينج تكنولوجي ماجازين، ذا جلوبال اند ميرد، ذا واشنطن بوست، ذا سوتسيت، ميدل ايست اي، اسوسييتد بريس، رويترز، نوفن نايت، ايفنينج ستاندردز، The Star Kenya, The National Political Wire, Al Jazeera, CNN اليوم وأمس على فكرة، حتى اليوم وأمس ما تجي CNN تجيب في القضية هذه وتحلل فيها، والجزيرة اليوم تو ساعة إلا ربع فاتت تقريبا. شوفوا هذا العالم كله وما زال هذا مجرد نماذج. خطورة هذه القضية شنو؟ خطورتها معروفة طبعا للمشاهد الكريم، أن هذا اليورانيوم الخام طبعا اسمه يلو كيك أو اسمه الكعكة الصفراء، هو مش مباشرة يستخدم كموقود، يمر إلى غاز ثم إلى الطرد المركزي يتحول إلى يخصب ويصبح يصلح لأن يكون وقود لإنتاج الطاقة النووية ربما المسلحة. السي إن إن نشرت مقال يقول ليبيا أرمد جروب قالوا الجناه العشر براميل الجناهن. ما اللي قالها خليفة والفاغنر؟ ليبيان أرمد جروب سيز Barrels of missing natural uranium recovered. تمام؟ جماعة مسلحة ما قالش، هو المحجوب اللي يمثل في خليفة ما قالش، سي ان ان ما قالش، القوات المسلحة والجيش الوطني الليبي قال جماعة مسلحة ليبية تقول إن براميل من اليورانيوم الطبيعي المفقودة قد عثر عليها. تم العثور عليها على بعد 3 أميال من مستودع حيث تم تخزينها. في مقال آخر وجدت على حدود تشاد، نفس البراميل المفقودة يفترض. تزعم جماعة مسلحة ليبية أنها عثرت على براميل اليورانيوم الطبيعي التي اختفت في جنوب ليبيا، وطرح ممثل للجماعة المسلحة اللي هو المحجوب ما ذكرش اسمه أنه تم العثور على البراميل على بعد 3 أميال يعني 5 كيلومتر تقريبا من مستودع حيث تم تخزينها. أظهر فيها بعدين طلعوا في صورة 18 برميل عدن، تمام مش 10،
وكالة الطاقة تقول 10 برميل، وهي كما ذكرنا تحتاج إلى معالج. الوكالة تقول سمعنا التقارير التي تقول أنه تم العثور على البراميل ولا لا، واطلعنا عليها واطلعنا على التقارير ماشي، وسمعنا أنه تم العثور على اليورانيوم، ونحن نحقق من ذلك، يعني مش مصدقين باختصار ولا لا، هل هي نفس البراميل أم لا. الحجة أن البراميل كانت مخزنة في مستودع، يقول لك كيف راح عن البراميل هذين، حسب قصة الجانب الأخ محجوب مش عارف شنو علاقته باليورانيوم ولا لا، قال أن كانوا حراد خوفا من الضرر. أول حاجة القضية الإشعاع هذا تتباعد عليه كيلو كيلو، يعني قضية علمية معروف، اليورانيوم يطلق في 3 جسيمات أو بارتكلز، جاما وألفا، 2 منهم خطيرات جدا، ولها معايير معينة كيف تقترب منه، من اليورانيوم والبراميل وما إليه وقايا، يعني ربما تأثير اليلو كيك أقل من لما يكون في مراحل متقدمة من التخصيب، مش ربما، بالتأكيد يعني. الوكالة تقول سمعنا التقارير، هل هي نفس البراميل أم لا، بتحقق طبعا. لكن الحراس كانوا خايفين، وبعدين فجاء واحد حل فتحة في المخزن في المستودع، يقول حسب حجة جماعتنا واحد حل فتحة كبيرة وطلع بحجم برميل، طلع منها 10 براميل. هذا كذب مش أصفر، هذا كذب يعني أحمر برتقالي خليط من الكذب، في شيء ما مش طبيعي. أن يكون هذا الكم الهائل أطنان من اليورانيوم من اليلو كيك من الكعكة الصفراء موجودة في ليبيا في هذه المرحلة من الاضطرابات، مع وجود الفاغنر روسيا، مع وجود حتى أحد الشكوك تقول إيران بتشريها، بس يعني هذه ممكن، أحد المقالات أشار لذلك، لكن السرقة تحدث ثم يبيعوا في التلول النحاس والخردة ومشان هذا ثروة طائلة طائلة ملايين الملايين جنيه، يعني تقريبا حسب بعض المقالات 6400 برميل، 6400 برميل وأطنان من كيك 1000 طن، 1000 طن من اليورانيوم. قضية خطيرة جدا، وأعتقد مؤسسة الطاقة الذرية لها يعني دور كبير في هذا الأمر بالتعاون مع وكالة الطاقة. هذا الأمر لو يطيح في يد مش مضبوطة، بالإضافة لأنها شنو ثروة ليبية، يعني حتى لو طاح في يد سليمة هذه قضية لابد. وبعدين في جهل، في جهل يقول بأن البراميل بيقول لهم يحسبوها كيف الخردة كيف الأسلاك كيف الكيبلات بتاع الضي كيف النحاس، هذه قضية لها خطورة حتى على العالم بأكمله. أتمنى أن تنظر المستقى الذرية بجد وتتعاون مع طيب، هي متعاونة ما شاء الله يعني المستقى الذرية بارك الله فيها، لها جهد كبير في هذا الأمر. يفترض أن يديروا معمل لتخصيب اليورانيوم، ما صارش منه بناء حسب أحد التقارير، لكن الليبيين طمنوا الأمريكان زمان قالوا لهم نحن هذا ننظر إليك أمر تجاري، نرجو أن ترتفع أسعار اليلو كيك هذا الكعكة الصفراء، حتى ما لا أصدق. هذا أشار لي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة، هناك بعض المقالات بإذن الله سبحانه وتعالى سأشارك بها المشاهد الكريم في حلقتنا القادمة، لكنها نقطة واحدة سريعة جدا. كرمت السيدة خديجة الجهني في القاهرة كسيدة مرأة رائدة ومش عارف إيش، ليبيا ممكن جيلنا ممكن جيل المتوسط يعرفها، دارت مجلة البيت وكانت نشطة جدا على التلفزيون الليبي وشاركت حقيقة في نشر الوعي وما إليه بمناسبة يوم المرأة العالمي، لكن وتستاهل وليبيات كثيرة جدا كثيرة جدا في مجتمعنا يستاهل التكريم ما شاء الله، ومبدعات ومشاركات في كل مكان، في المؤسسة التعليمية في المحاماة في القضاء في الأعمال العامة في البيوت، مجرد تربية الطفل يعني هذا أروع عمل في التاريخ، إنتاج رجال مشرفين، وما اللي طلع العلماء وما اللي طلع العباقرة وما اللي طلع هنا في بلادنا إلا السيدات، يحتاج التكريم وجنة تحت أقدام الأموات، والإسلام أعطى مكانة عالية جدا. نقطة بسيطة لأخواتي الكريمات سريعة أختم بها بإذن الله سبحانه وتعالى، أستحلفكم بالله أستحلفكم بالله، إن كنت فتاة أو أم أو جدة أو زوجة أو بنت، أستحلفك بالله تطلعي من مستنقع حقوق المرأة ومش عارف الانتزاع حقوقنا، دائما أكرر في هذا، وهذا المشاكل الصراع بين الرجل والمرأة والصراع بين الأنثى والذكر والصراع الحقوق والانتزاع والكذا تعاني منه مجتمعات أخرى تعاني، نحن
لا نعاني من هذا الأمر. عندنا مشاكل لا علاقة بالمرأة تختلف، هذا مستنقع بيخششون فيه. العلاقة بين الرجل والمرأة مودة وسكن وتعاون وتكامل ومحبة ومودة، هي أم هي أخت. ما عندناش المعركة هذه اللي بيجيبوننا فيها قوانين ولوائح، ما تركبش علينا. كيف حفظكم الله عندك مرض يعطيك الدواء مش بتاع المرض هذا بالضبط. ولذلك يا بنت الحلال، هل يوجد مشاكل في ليبيا المرأة؟ نعم يوجد، لكن استثناء استثناء وليس قاعدة. بحيث يجيب لنا تشريعات ويجيب لنا حموم حقوق المرأة وصراع والراجل يفنص المرأة وحقوقي وحقوقك وانتزاع وصراعات، ليست هذه معركتنا على الإطلاق. وهذا هم يحطوها على أنها بنية سيئة بنية حسنة ما يهمنيش، لكنها ليست مستنقع تدخلي فيه. حقوقك مصانة بالقانون وبالشرع، وفي النهاية بكل كل إنسان يصير لها مشكلة عندها أخ عندها زوج عندها قضاء. فأخرجوا من هذا المنظر، حقوق ما حقوق المرأة نقدر نفنصوا في بعضنا غير صراعات وانتزاع الحقوق والحروب ما هو جونا. مرة أخرى أشار إلي السيد المخرج الكريم بانتهاء وقت الحلقة، نكمل بإذن الله حديثنا عن هذا الأمر وعن أمور أخرى تخص ليبيا كما جاء في المنابر العالمية حتى ذلك الحين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.